بشكل خاطئ جدا. طبعا نعمة ربنا عطاها لنا احنا مش قادرين نحافظ عليها، وانا منها وانا منكم طبعا ليس بعيد، لكن الترشيد في حد ذاته حست عليه كل الأديان السماوية، وده هيأدي بينا ان احنا بالفعل نستطيع ان احنا نعدي كبوات كثيرة جدا في الزراعة. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الأستاذ دكتور هيثم ممدوح رئيس قسم الري الهيدروليكي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية. أهلا بك يا أهلا دكتور. بك يا فندم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم. يمكن البداية بس أنا عايز أفهم، إحنا مستخدمين للمية بشكل خاطئ؟ هو الكمية المائية بتاعت مصر أو حصتنا المائية تعتبر حصة محدودة. لما تيجي تشوف كمية المية على عدد السكان وتحسبي نصيب الفرد تلاقيها حصة محدودة، بنسميها حد الفقر المائي، في حدود 600 وشوية واحنا بقى بنبوظها كمان. عندنا بالظبط زي مش بالصوره اللي حضرتك متخيلها. في عندنا اوجه ايجابيه واوجه سلبيه. في عندنا اسراف او عدم قدره على ترشيد المياه في الاستخدامات الزراعيه، دي واضحه. ولكن على صعيد اخر احنا بنعيد استخدام مياه الري، يعني المياه اللي بتتروي سيركليشن. سيركيليشن، بنعيد استخدام مياه المصارف، بنخلطها وبنعيد. فدي نقطه ايجابيه برضو في النظام الزراعي المصري. ولكن برضو في نفس الكلام الزراعه في مصر بتاخد تقريبا في حدود 70% من استهلاك المياه، الباقي 30% بين الاستهلاكات المنزليه واستهلاكات الصناعيه. فاذا كميه توزيع الحصص المائيه عندنا في مصر، نفس الحصه المائيه دي كانت عندنا لما كان عدد سكاننا 20 مليون، دلوقتي احنا عدد سكاننا الحصة ثابتة واحنا في زيادة مستمرة. بالظبط. فاحنا لازم ندور على مصادر مائيه زياده، نحاول نزود من حصتنا عن طريق التعاون مع اشقائنا في اعالي النيل، او نحاول ندور على المياه، مصادر المياه جوفية. غير التقليديه اللي تعتبر مثلا الجوفيه. بس استخراجها بيكلف بشكل كبير، يعني حفر الآبار والأشياء دي. يمكن منطقة مطروح وغرب اسكندرية كانوا بيعتمدوا زمان على الآبار الرومانية وكانوا بيخزنوا المية وكل هذه الأشياء. إلى حد كبير برضو المسألة بقت فيها تضاؤل في إنهم يخزنوا مية، وبيعانوا برضو من ندرة المياه، لأن زي ما حضرتك قلت إن إحنا في زيادة، وزيادة دي ما بتبقاش على مناطق معينة، زيادة على مصر كلها. صح. طيب خليني أقول لحضرتك إيه أوجه جديدة نستطيع استخدامها في مسألة المي. هو دلوقتي الخطة المعلنة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو احنا في خطة طموحة لاستصلاح فوق ال 4 مليون فدان. ال 4 مليون فدان دول منهم 3.5 مليون فدان على المياه الجوفية. اذا استراتيجية البلد او الدولة ان احنا هنتوسع في حدود 3.5 مليون فدان، تقريبا رقعة زراعية مزروعة في مصر تقريبا في حدود 8 مليون فدان. فاحنا عايزين ندخل 4 مليون فدان في ظرف ال4 سنين. ده تحدي كبير جدا. يعني ان نعتمد على المياه الجوفيه، انك انت لو عمق المياه الجوفيه، لو انت مثلا بترفع المياه الجوفيه في عمق 100 متر عشان تروي فدان، الفدان بياخد 6000 متر مكعب، فده محتاج طاقه. فتقريبا الفدان هيكلف في حدود 4 5000 جنيه بند الطاقه لوحده. فهذه الحاله لازم المحصول اللي يتزرع ده يكون المردود الاقتصادي يقدر يغطي هذه التكلفة وده ما العالية. بيحصلش او ما بيتصدرش، فاللي اللي بيقدر يعني اللي بيدفع الفاتورة دي هو المواطن المصري، ان انت السلعة بتجيلك غالية. المواطن المصري بيدفع جزء والحكومة بتدعم الطاقة. ما تنسيش حضرتك ان الطاقة مدعم، يعني دلوقتي ال 4 5000 جنيه لتكلفة الفدان في الطاقة، المزارع هيدفع مثلا 1500 والحكومة هتدعم الباقي. فدي سؤال صعب. يعني ابسط مثال على ذلك مثلا زراعة القمح اللي في مصر. احنا دولة بنستهلك القمح. احنا استهلاكنا بالقمح 14 مليون طن في السنه، بنزرع 7. ممكن وزاره الزراعه ارقامها مختلفه شويه عن الرقم ده، وبنستورد 7. لما تيجي حضرتك تبص طن القمح، الحقيقي الفعلي بقى احنا السعر الاسترشادي 420 جنيه للارداب اللي هو 150، يعني الحكومه بتشتري من المزارع طن القمح ب 2800 جنيه، بينما المستورد اللي بيجي من الولايات المتحده ولا اوكرانيا وروسيا والارجنتين وفرنسا واستراليا بيوصل عندنا تقريبا في حدود سعره المتوسط ما فيش 250. عملة صعبة بتخرج. ما هي بالظبط هي تبتدي تبص حضرتك الميزه كسعر الحكومه زراعه القمح في مصر اغلى من اللي نستورده. والله في حدود 1000 جنيه ده بسعر مباشر. لو دخلت عليها دعم السماد ودعم الطاقه والكلام ده، تقريبا طن القمح يكلف داخل الزراعه في مصر حدود 4000 جنيه بس بقى. في مقولة شهيرة قوي يا دكتور، من لا يملك قوته لا يملك قراره. يعني إذا كنت أنا عارفة هاكل إيه بكرة، محدش هيحسسني بالغبن أو بإن أنا شخص ضعيف وأستطيع إن أنا أحقق وإن أنا أقول رأيي، لأن أنا عارفة بكرة هاكل إيه، عارفة أدير شؤوني حياتي. ومن ينفق يحكم، دايما كده. فتأكد حضرتك
انه انا لو انا مش عارفه اجيب القمح بتاعي وبستلف شمال ويمين عشان اجيب القمح، ما في جهات تانية تتحكم فيا. ما حضرتك دي مشكلة كبيرة في مصر، عندنا فجوة غذائية تزيد حدها عن 60%، فإحنا بس الفجوة مش القمح بس. في محاصيل كثيرة بتزيد عن 60%. أنا بتكلم على بند من وجهة نظر اقتصادية، اقتصادية. اقتصادية. إحنا عندنا مشكلة في زراعة القمح إنه غير اقتصادي بالنسبة للمستورد. كيف هي يمكن ليها أسبابها؟ أسبابها يعني تعتبر إنه تفتيت الملكية الزراعية، هم 20 سبب، أهم سببين تفتيت الملكية الزراعية، متوسط الملكية الزراعية للمزارع عندنا في مصر 6 من ما ده 10%. جمال عبد الناصر. لا هو كان حاجه اجتماعيه اكثر من ناجحه، انه موضوع توزيع الفدادين 5 فدادين، ولكن في اثار سلبيه انه الفلاح اللي اخذ خمس أولها فدادين تفتيت الرقعة الزراعية. تفتيت الرقعه الزراعيه، بس ليها مردود اجتماعي. انت عندك 53% من الشعب المصري بيشتغلوا في النشاط الزراعي، ولكن 53% دول ما بيعملوش ال 14% في الدخل القومي. خالص. فاحنا دلوقتي الفكره الاساسيه انه عايزين النسبه دي وبقى تزيد. عندنا مرة تانية عودة إلى رأس المال الكبير، بأن رجال أعمال كبار ملهمش علاقة بالزراعة، لكن بيجيبوا مزارع وبرضه بيشغلوا الناس دي عندهم في أشياء كثيرة. يعني أنا مثلا إذا جينا لتصدير البطاطس، لو حضرتك مصدر بطاطس هتلاقي عندك مزرعة وعندك ناس كل 5 فدادين 4 فدادين بتاخد محصول، فما عملناش حاجة برضو. يعني حضرتك بتقول ان مشروع اجتماعي رائع، ما عملناش حاجة. اما هو برضو بيشتغل عند حد بياخد منه المحصول، مش بيدير شؤون حياته. هو المبدأ الأساسي إنك أنت بتحاولي توفري بناحية مباشرة فرصة عمل كريمة للمواطن. فرصة العمل الكريمة ممكن تخليه يتملك حتة أرض أو يشتغل عند حد نظير أجر مناسب للمجهود بالظبط، اللي بيبذله. مفهوش سخرة. ما فيهوش سخرة، فدي قضية. لكن القضية الأخرى، إحنا دلوقتي عندنا في مشاريع التوسع في زراعات القمح. أنا شايف إنه موضوع الزراعة دي لازم تكون محاصيل لها مردود اقتصادي عالي. ايوه. القمح مردود الاقتصادي غير عالي، يعني المليون طن قمح ثمنه 250 مليون دولار، يعني احنا ما هوش المردود الاقتصادي. لو انت بتبصي على فدان الغله زي ما الفلاحين بيسموه، بيجيب مثلا 20 ارداب 25 ارداب في المطار، لكن فدان الفراوله ممكن يعمل ناتج صافي ربح ما يقلش عن 30,000 جنيه مثلا. طبعا يعني مش الفراولة بس، ففي نوع، الخيار وال ايوه الخضروات. فاذا احلال المحاصيل التقليديه، المحاصيل فدان الورد مثلا لما بيتصدر بيجيب ممكن يعدي فوق 200,000 جنيه، وفي صح امثله على ذلك. صح فاذا ندخل المعرفه في الزراعه دي حاجه مهمه جدا على اساس نرتقي بنسبه الدخل الزراعي في الناتج القومي الاجمالي. طيب خليني اسالك يا دكتور هيثم عن توشكا. توشكا كان هذا الحلم الذي راودنا كثيرا، وحسينا ان احنا مشكلتنا الزراعيه هتنتهي، وان دلتا جديده هتكون في توشكا، وانه عندنا امل ان توشكا تبقى حاجه رائعه. انا واحده من الناس رحت توشكا، والحقيقه يعني كنت مبهوره، مبهوره بالبطيخ اللي ما فيهوش اي تلوث ولا كيماوي ولا اي حاجه، مبهوره بالاشياء كثيره جدا كان تم انتاجها في الوقت ده. لكن لما كنا نسال يا جماعه هي دي ممكن تنزل لنا اسكندريه، يقول لك لا ده البطيخه دي مش عارفه تبقى بكام لو وصلت اسكندريه، يعني مواصلات والنقل وحاجات كده. عايز اسالك يا دكتور هيثم، هما ما كانوش حاسبين ده وهما بيعملوا المشروع ده اللي ضخت فيه استثمارات مهولة في ذلك التوقيت؟ هو حضرتك في حاجتين في توشكا، في منخفض توشكا ده مشروع ناجح بجميع المقاييس لحماية جسم السد العالي، اللي هو خور توشكا والمفيض وخلاط مفيض توشكا ومنخفض توشكا. زي بالظبط لما واحد يغسل ايده في الحوض يلاقي الفتحة اللي فوق الحوض ده اسمه مفيض، فالميه لو علقت ده مشروع ناجح لحماية جسم السد العالي. اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي هو التنمية مشروع الزراعية، التنمية الزراعية لزراعة 540 ألف فدان في منطقة جنوب الوادي. اللي أخذ منهم جزء الوليد بن طلال وما اشتغلهمش. هو لما حصل الموضوع ده هو اخذ جزء في سنه 99 لما بعد اقاله الدكتور كمال الجنزوري من رئاسه الوزاره، ودفع 50 جنيه في الفدان في 120 الف فدان، يعني دفع 6 مليون جنيه. ده مبلغ مش كبير بالنسبه لمستثمر ضخم زي الامير وليد بن طلال، ولكن كان مطلوب منه انه يستثمر في زراعيا في حدود 10,000 جنيه للفدان الواحد، يزرع ري بالرش، بنيه اساسيه ري بالرش والتنقيط. وطبعا هو ما اقدمش على هذه الخطوه لانه اكيد اكيد حسبها بمردود اقتصادي ولقاها غير مجديه. ولما قامت ثوره يناير وحصلت الهوجه الاعلاميه قال قال ازاي لهم خدوه.
بالظبط لما قالوا لا ادينا 50 جنيه قال لهم خلاص خدوا الارض اهي وبتاع. بالظبط. فهي العمليه اقتصاديه يعني، ولكن بمنتهى البساطه للمشاهد العادي توشكا دي اتعملت لثلاث حاجات معلنه وحاجه غير معلنه. اتعملت على اساس عايزين نشغل الناس وعايزين نكسب فلوس وعايزين نحقق امن قومي، دول الثلاث حاجات المعلنه. وعايزين نعمل دلتا. ما دول الثلاث جديدة. حاجات ثلاث حاجات المعلنه انها عايزين نشغل الناس، نقلل البطاله ونزود الدخل القومي للبلد يعني نكسب فلوس، زائد نتغلب على المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي الامن. وسبب تاني غير معلن هو البروباغندا الاعلاميه. يعني شو اعلامي حصل كبير في هذه الفتره. قد يكون انه كل حد في الدنيا بيمسك اي منصب بيحب ان يكون عنده مشروع يتحدث الناس عنه في وقت من من الاوقات. يعني انا مش كل انا مش ضد البروباغندا، هي حاجه كويسه. لا يعني مش قصدي كده دكتور، قصدي ان كل رئيس في اي مؤسسه تلاقيه عشان يبقى ولائهم وانتمائهم وكده. يعني لو اتكلمنا عن جمال عبد الناصر، السد العالي مشروع قومي كبير جدا، السادات حرب اكتوبر يعني ده زعيم وطني وتنميه قناه السويس في فتره من الفترات. لو اتكلمنا عن حسني مبارك احب انه يعمل توشكا والدكتور الجنزوري اقنعه بهذه المساله، ولو توشكا كانت اتحسبت صح اعتقد انه كان هيبقى حاجه مهمه قوي. لازم تكون عارفه عايزه ايه من توشكا. في ثلاث حاجات، عايزه بطاله وعايزه امن قومي وعايزه تكسب فلوس، الثلاثه دول ما يتحققوش، لازم تضحي بحاجه. الا وهي دي حاجه على حسب ما هيتحدد القياده السياسيه. لو احنا عايزين نشغل ناس ونضحي بالمحاصيل الاستراتيجيه هنركز ان نخلي المجتمع ده مجتمع يشتغل فيه 2-3 مليون بني ادم. لكن لو احنا عايزين نكسب فلوس ونعمل محاصيل استراتيجيه يبقى لازم نشتغل الزراعه في القمح بالبيفوت سيستم ونظم ري متطوره، يبقى في هذه الحاله العماله مش هتبقى ليها دور. فلازم الثلاث حاجات نبقى احنا محددين هدفنا ايه فيهم، لكن الثلاثه دول من وجهه نظري المتواضعه مش هيتحققوا مع بعض، ممكن نحقق عنصرين من الثلاثه دول. مشروع توشكا لها ما لها وعليها ما عليها. في مميزات ايجابيه في توشكا، انه لو هتزرعي عنب مثلا بيطلع شهر قبل اوروبا، فانت ممكن تبيع العنب باسعار ده. فاذا في مميزات، لكن ايوه بس ما هو انت يا دكتور هتبيعه لاوروبا ازاي اذا كان انت مثلا ما عندكش مطار جيد جدا، ما عندكش وسائل بالظبط، بنيه اساسيه، ما عندكش تسويق بشكل جيد قوي في مصر بالنسبه للمحاصيل الزراعيه. بتيجي المشكله الاساسيه الاداره، يعني فاهم حاجه بالظبط. نفسي اسال حاجه، الملحق التجاري ده في كل دول العالم اللي بياخد مرتبه بيعمل ايه؟ لا في ناس بتشتغل، يعني في ناس بتشتغل ادائها اكثر من ممتاز وفي ناس ادائها متوسط. يعني زي اي الدول اللي انت حاسس بيها ان الملحق التجاري عامل حاجات يعني الدوله هي اللي عاملاها، مش علاقه الدكتور هيثم باليابان مثلا او علاقه امل بكذا. لا على مستوى الحكومات. لا ممكن ادي لحضرتك امثله كتيره بالاسماء، لان انا احتكيت بناس ملحقين تجاريين في سفاراتنا بره كانوا ادائهم اكثر من رائع، على سبيل المثال في تنشيط الحركه السياحيه. لا في 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 ملحقين ثقافيين كمان عملوا. انا بتكلم عن الملحق التجاري. التجاري اكثر اهميه بالنسبه للمحاصيل الزراعيه، بالنسبه لعقد صفقات تبادل تجاري. ما هو انا مش لازم انا اسافر بنفسي عشان اقدر اصدر حاجتي. يعني انا كنت في انجلترا مثلا في اشهر المحلات كان البرتقال المصري موجود، وكانت البرتقاله الواحده بتتباع ب 26 بي مثلا، يعني في حدود 3 جنيه البرتقاله الواحده. تلاقيه من البحيره. لا اكيد طبعا، يعني عايز اقول انه في ده نشاط اقتصادي وكان موجوده ومعروفه وكان سعرها ضعف اي فاكهه، فدي انا شفتها وكنت حتى لما الواحد بيشتريها كان بيبقى مبسوط. يعني فخر. طبعا وطعمها متميز. فاذا في برضه نشاطات، لكن الحاجه المهمه مشروع توشكا ده، يعني احنا في الخطه الاستراتيجيه المفروض هنزرع 4 مليون فدان، منهم في المرحله الاولى 108 الف فدان في توشكا على فرع 2. توشكا فيها مشاكل فنيه كتيره، اولا انه المياه اللي بتيجي بتترفع من بحيره السد العالي، الرفع ده في حد ذاته فلوس. اكبر ناس بتستهلك كهرباء في مصر هي مصلحه الميكانيكا والكهرباء في وزاره الري، ده اكتر مستهلك للكهرباء، فاتوره الكهرباء يعني بيستهلك 10000 جيجا وات ساعه من 160000، يعني تقريبا في حدود 8% من الكهرباء بتاعه مصر بتستهلك من مصلحه الميكانيكا. ليه؟ لان عندها محطات الرفع وفي اخر المصارف، فدي استهلاك. فلازم ما نهملش اساسا انه الطاقه ديت مكلفه، خصوصا في حده الازمه الطاقه اللي احنا بنعانيها. دكتور انا اخر سؤال حابه اساله لحضرتك في موضوعنا حاجه مهمه قوي، مش المفروض ان الري دي او وزاره الري لها علاقه مباشره بالزراعه؟ الري بتنسق مع الزراعه. الري دي وزاره
تعتبر زي وزارة سيادية يعني، لأنها هي مسؤولة أنها توصل المياه لجميع أنحاء الجمهورية. بالظبط. لكن اللي بيزرع هو اللي بيحدد المحصول يتزرع إيه، هي وزارة الزراعة مش وزارة الري. طب يعني ليه، وزارة ليه الزراعة الخلاف الدائم؟ مفيش خلاف، لا لا ما لا هو انت كتير جدا تحس انه ايه، يقول لك ده احنا المية مثلا منطقة ال ما بتوصلش نهاية الترعة مثلا، بالظبط، بيحصل تجاوزات من بعض ترعة الجزء. النصر مثلا فيها مشكلة دائمة وبيشتكوا لنا، وان ناس ضخت استثمارات كبيرة قوي هناك ولغاية النهاردة مش عارفة تزرع ومش عارفة الانتاج بتاعها يروح فين، يعني مشاكل كتيرة جدا. ليه ما يبقاش في على ترعة تنسيق؟ النصر مثلا في مساحات زراعية ضخمة غير مقننة، غير مقننة يعني، المفروض ان واحد بوضع يد وبياخد مية من الترعة مباشرة، لدرجة ترعة النصر في ترعة الحمام وامتداد الحمام دي مش ما البنية فيهاش الأساسية، ميه ما فيهاش لسه. مية، ما وصلتش ترعه واتعملت ومتبطنه وكل حاجه بس ما فيهاش ميه، بالظبط. طب اعمل بيها ايه يعني؟ ما هو ده النتيجة، انه ناس قبليها زرعوا زمامات مخالفة. من ضمن الحاجات احنا عانينا السنة اللي قبل اللي فاتت من مشكلة عدم وصول المية لإسكندرية نتيجة للزيادات الغير طبيعية في زراعات الأرز على زمام ترعة المحمودية. فبيتحط مثلا لما يكون عندك زمام ترعة مثلا 220 ألف فدان، المفروض تزرعي مثلا 40 ألف فدان رز. اللي بيحصل الناس بتتجاوز في المساحات دي. لما الرز ده مشكلة، ده طب انت بتصدر مية يعني. بالظبط بالظبط. يعني احنا القانون عندنا اللي بتحدد المفروض نزرع طبعا مليون و76 الف فدان رز، اكتر من بيحصل كده. تجاوزات، في التجاوزات دي بتيجي على حساب ايه؟ ما بيستهلك ميه زياده. فهي النقطه ديت لازم عمليه التنسيق وتشديد الغرامه في موضوع الزراعات ديت المخالفه. فدي نقطه مهمه منتهى الاهميه، لانه لما بيحصل تجاوزات في محاضر المحاصيل ده بيأثر على حاجات تانيه، بيأثر على حتى توسعات زراعيه. احنا عندنا مش ده وبس، احنا عندنا ترعه الحمام وامتداد الحمام البنيه الاساسيه جاهزه ل 42 الف فدان، بس ما مجرد فيهاش ما ميه، فيهاش ميه. فده يؤكد على والناس أزمة المياه. اشترت من وزارة الزراعة ودفعوا فلوس صح كتير صح جدا، وحاولوا بقى يعملوا آبار ويصرفوا تاني ويطلعوا ميه، يعني مش معقول. ما الأرض دي كانت بتاعت مساهمة البحيرة على ما أعتقد، واشتروا على فترات في أربع طويلة، شركات هناك. بيدفعوا أقساط لها وكده، اللي هي الناحية المقابلة من مارينا. صح صح طيب وبعدين يا دكتور؟ لا يعني هي ايه الحلول، ايه الحلول اللي مثلا لترعة الحمام؟ لان ترعة الحمام ما تقدرش تقول انها صحراء وبنوضبها، لا ده ظهير ريفي لطريق ساحلي. الحلول ممكن ترتكز على 3 حاجات. اولا ترشيد استهلاك المياه او تطوير نظم الري القائمه في زمام المنطقه دي. نمره 2 انه عمليه الخلط المياه المصارف مع ترعه النباريه مره اخرى في البدايه ممكن يوفر لنا جزء من المياه. نمره 3 انه في بعض الحاجات مشاريع كتيره جدا صغيره، يعني مثلا هويس الكيلو 100 المالح ده كل يوم بيضيع 100 الف متر مكعب في البحر. نحاول نفكر ازاي نقدر نوفر كميه المياه دي على اساس نقدر نلاقي كميه مياه تقدر تروح لامتداد الحمام. ده ترعة الحمام ده مشروع معمول من يمكن 12 سنة تقريبا او 14 سنة، مصروف عليه فوق 450 مليون جنيه. فده لازم ندور على الاستثمارات صح، اللي اللي اتصرفت ضخت على دي اللي ضخت على في المنطقة الأرض، دي. على الأرض. دكتور هيثم أنا محتاجة ساعات انا عشان تحت امر نتكلم. حضرتك يعني في اي وقت، يعني انا محتاجة اتشرفت ساعات، إن بجد. احنا لا ده أنا اللي بتشرف بوجود شكرا يا حضرتك، فندم. يعني أما يكون دايما الحديث في هذا الموضوع ممكن نتكلم مع أستاذ في كلية الزراعة، لكن أستاذ في كلية الهندسة لديه هذه الرؤية عن تجربة، على ما أعتقد دكتور عنده أرض أو عنده خبرة عملية في بينزل. في بعض فالمسائل بتبقى سهلة إنك تكلم حد على أرض الواقع مش ورق نظري. فتحياتي لحضرتك، نورتني وشرفتني. انا اتشرفت. في أمل طيب يا دكتور؟ اكيد طبعا في، اكيد طبعا، نص الكوباية المليان ده على طول مليان. أكيد اكيد طبعا نتمنى ان شاء ذلك. الله يا فندم. دكتور هيثم مزيد من التوفيق، ومشاهدينا تابعونا بعد هذا الفاصل. شباب بيحب مصر.